السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الخير خيرا يعني إن شاء الله. طيب عموما أنا ببدأ المحاضرة وحضراتكم تسمعوا بقى اللقاء المسجل وتشوفوا إحنا وصلنا فين. طيب في المحاضرة الماضية كنا توقفنا عند السؤال رقم 4 من الفصل السابع. سنستكمل السؤال الرابع من الفصل السابع. السؤال رقم 4 بيقول: عند القيام بالمراجعة الاستراتيجية لوظيفة الرقابة يجب أن تضم القائمة الأسئلة التالية. يجب أن تضم القائمة الأسئلة التالية: ألف، هل هناك التزام بالخطة الحالية وعلم استفهام؟ هل هناك التزام بالخطة الحالية وعلم استفهام؟ ب، هل هناك انحرافات عن الخطة الحالية وعلامة استفهام؟ هل هناك انحرافات عن الخطة الحالية؟ جيم، هل هناك أهداف واضحة ومحددة وعلامة استفهام؟ دال، ألف وباء معًا، باء ألف وباء معًا، والإجابة هي ألف وباء معًا. السؤال الخامس بيقول: من الأهداف التي يمكن تحققها، من الأهداف التي يمكن تحققها من جراء عملية الرقابة الإدارية ما يلي؟ من الأهداف التي يمكن تحققها من جراء عملية الرقابة الإدارية ما يلي؟ ألف، تحديد مدى الالتزام بالخطة السابقة، تحديد مدى الالتزام بالخطة السابقة. ب، الاستفادة من المعلومات في عملية التخطيط اللاحقة، الاستفادة من المعلومات في عملية التخطيط اللاحقة. جيم، تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. جيم، تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. دال، لا شيء مما ذكر. والإجابة على السؤال الخامس هي باء، الاستفادة من المعلومات في عملية التخطيط اللاحقة. طيب أنا شايف بعض الزملاء بدأوا يدخلوا، يعني مش عارف إيه السبب في دخولهم متأخر. طيب عموما أذكركم أننا كنا توقفنا عند السؤال رقم 4 من الفصل السابع. أنا قلت السؤال الرابع وقلت السؤال الخامس، فياريت ترجعوا لي المحاضرة المسجلة عشان بس نلحق نخلص بدل ما ناخد الأسبوع بعد القادم. يعني أنا في تخطيطي إن احنا إن شاء الله ننتهي من المقرر الأسبوع القادم، نرجو الالتزام عشان بس نلحق نخلص وما نلجأ إلى محاضرات إضافية في الأسبوع اللي بعده. طيب نبدأ الفصل سوري السؤال رقم 6 في الفصل السابع. السؤال السادس في الفصل السابع بيقول: وظيفة التنظيم هامة. أنا قلت يا سعاد، وقفت عند السؤال التالي فعلا أثناء غيابكم. أنا ذكرت السؤال الرابع والخامس، فياريت حضراتكم ترجعوا بقى للتسجيل وتشوفوا السؤالين دول وتجيبوهم من التسجيل إن شاء الله من المحاضرة المسجلة، بس عشان ما نضيعش الوقت. طيب السؤال السادس: وظيفة التنظيم هامة. وظيفة التنظيم هامة لعملية إدارة الاستراتيجية. وظيفة التنظيم هامة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة نقطتين: ألف، الإعداد والتقييم. الإعداد والتقييم. باء، الصياغة والتطبيق. باء، الصياغة والتطبيق. جيم، التنفيذ أو التطبيق. جيم، التنفيذ أو التطبيق. دال، ألف وباء معًا. دال، ألف وباء معًا. ما شاء الله خيرين، فعلًا الإجابة هي جيم، مرحلة التنفيذ أو التطبيق. طيب عظيم.
السؤال السابع، السؤال السابع، قائمة مراجعة وظائف الإدارة، قائمة مراجعة وظائف الإدارة تضم مجموعة من الأسئلة، قائمة مراجعة وظائف الإدارة تضم مجموعة من الأسئلة يعتمد عليها المدير في، يعتمد عليها المدير في ألف تحديد نقاط القوة والضعف في وظائف الإدارة، ألف تحديد نقاط القوة والضعف في وظائف الإدارة، ب تحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الإدارة، تحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الإدارة، جيم ألف وباء معا، جيم ألف وباء معا، دال تحديد الأهداف العامة والفرائض، دال تحديد الأهداف العامة والفرائض. والسؤال هنا يسأل عن مراجعة وظائف الإدارة، ووظائف الإدارة من البيئة الداخلية، والبيئة الداخلية دائما بتسأل عن نقاط القوة والإيه والضعف، وبالتالي بتكون الإجابة على هذا السؤال ألف، الإجابة على هذا السؤال ألف اللي هي تحديد نقاط القوة والضعف في وظائف الإدارة. طيب السؤال رقم 8، السؤال الثامن يا سلمى، احنا في السؤال الثامن من الفصل السابع، من الفصل السابع، تمام؟ طيب نرجو من حضرتك ترجع بقى للتسجيل معلش، وتحاولي بقى تطلع الاسئله دي وربنا يقويك ان شاء الله. طيب السؤال الثامن بيقول، توجد علاقه بين وظائف الاداره، توجد علاقه بين وظائف الاداره ووظائف المشروع، توجد علاقة بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع، تظهر من خلال، تظهر من خلال نقطتين، ألف أن كل وظائف الإدارة، أن كل وظائف الإدارة تحتاج إلى جميع وظائف المشروع، أن كل وظائف الإدارة تحتاج إلى جميع وظائف المشروع، ب أن وظائف المشروع، تمام يا فاطمة، تمام برافو، ب أن وظائف المشروع تعتبر مجالا، أن وظائف المشروع تعتبر مجالا لتطبيق وظائف الإدارة عليه، أن وظائف المشروع تعتبر مجالا لتطبيق وظائف المشروع عليها، ما شاء الله عليكم. جيم، طيب نشوف جيم، ما شاء الله ممتازين. جيم أن كل وظائف الإدارة، جيم أن كل وظائف الإدارة في حاجة إلى وظائف العملية الإدارية، أن كل وظائف الإدارة في حاجة إلى جميع وظائف العملية الإدارية. خلي بالك، وظائف الإدارة هي وظائف العملية الإدارية، الاثنين زي بعض، ها؟ وظائف الإدارة هي وظائف العملية الإدارية، ها؟ بس دال العلم، دال ألف وجيم معا، دال ألف وجيم معا، وبالتالي بتكون الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتم هي ب، أن وظائف الإدارة تعتبر مجال لتطبيق وظائف، أن وظائف المشروع تعتبر مجال لتطبيق وظائف الإدارة عليه. طيب السؤال قبل الأخير رقم 9، السؤال قبل الأخير رقم 9، تعتبر وظيفة التوجيه، تعتبر وظيفة التوجيه هامة لعملية إدارة الاستراتيجية، تعتبر وظيفة التوجيه هامة، نقولنا التوجيه والتنظيم الاثنين بيشتركوا في حاجة، ها؟ فاكرينها؟ طيب، تعتبر وظيفة التوجيه هامة لعملية إدارة الاستراتيجية في مرحلة نقطتين، في مرحلة نقطتين، ألف، ألف صياغة الاستراتيجية، ألف صياغة الاستراتيجية، تمام، صلحة تمام وفاطمة تمام. طيب ب تطبيق أو تنفيذ الاستراتيجية، ب تطبيق أو تنفيذ الاستراتيجية، جيم تقييم الاستراتيجية،
جيل رحيم عليه الصلاة والسلام. دال المعلومات المرتدة، دال المعلومات المرتدة ما شاء الله فعلا الإجابة هي تطبيق أو تنفيذ الاستراتيجية. هي هايلين ما شاء الله عليكم. معلش أنا ماشي بسرعة شوية اليوم عشان بس إيه نلحق ننتهي ونأخذ الفصل الثامن ونأخذ الأسئلة الخاصة عليه اليوم إن شاء الله. السؤال الأخير، السؤال الأخير بيقول: التنظيم يمثل المرحلة التي يتم فيها. لا يا نورة، لا يا نورة، المعلومات المرتدة هي المعلومات العكسية اللي بتنتج نتيجة العمليات السابقة، وده خطأ. طيب السؤال العاشر بيقول: التنظيم يمثل المرحلة التي يتم فيها. اوكي اوكي ماشي اوكي. سلمى كنت بتسأل على شيء، طيب انا ما اخدتش بالي، معذرة ليك ومعذرة لسلمى. طيب التنظيم يمثل المرحلة التي يتم فيها، التنظيم يمثل المرحلة، السؤال العاشر، التنظيم يمثل المرحلة التي يتم فيها. ألف: تحديد الأهداف الرئيسية، تحديد الأهداف الرئيسية. ب: تحديد الواجبات المطلوبة لعملية الرقابة، تحديد الواجبات المطلوبة لعملية الرقابة. جيم: تحديد الأعمال والمسؤوليات، جيم: تحديد الأعمال والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ الخطة، المطلوبة لتنفيذ الخطة. ما شاء الله عليكم هايلين. طيب نكمل السؤال. دال تحديد الخطط البديلة، دال تحديد الخطط البديلة لاستخدامها عند الحاجة، تحديد الخطط البديلة لاستخدامها عند الحاجة. وطبعا الإجابة زي ما اشتركت وتفضلت ما شاء الله هايلين هي جيل في السؤال رقم 10 والأخير من هذا الفصل. طيب نبدأ الفصل الثاني. الفصل الثاني بعنوان مراجعة وظيفة التخطيط الاستراتيجي. الفصل الثاني بعنوان مراجعة وظيفة التخطيط الاستراتيجي. عنوان جميل، مفهوم التخطيط الاستراتيجي. عنوان جانبي، مفهوم التخطيط الاستراتيجي. نقطتين: التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي أو الحاضر، هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي أو الحاضر بما سيتم في المستقبل، بما سيتم في المستقبل فصلة، وكيف سيتم، وكيف سيتم فصلة، ووقت إتمامه، ووقت إتمامه فصلة، ومن سيقوم به، ومن سيقوم به. إذا التخطيط بيجاوب على أربع أسئلة مهمة جدا. يبقى التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي وليس الوقت السابق او اللاحق، الوقت الحالي ناخد القرار الان عشان ننفذه في الايه في المستقبل. بنجاوب على اربع حاجات: بما سيتم في المستقبل، وكيف سيتم، والوقت اللي هيتم فيه، ومين اللي هيقوم بهذا التخطيط. طيب نبدا من اول سطر. فالتخطيط اذا هو عباره عن جسر، فالتخطيط اذا هو عباره عن جسر يربط بين الحاضر والمستقبل، يربط بين الحاضر والمستقبل. طيب عنوان جانبي، عنوان مهم جدا هي مبادئ التخطيط الاستراتيجي. مبادئ التخطيط الاستراتيجي في الفصل الثامن يا أخت عيدة. مبادئ التخطيط الاستراتيجي. نقطتين: يمكن تحديد المبادئ، يمكن تحديد المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط في الآتي، التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط في الآتي.
واحد المبدأ الأول من مبادئ التخطيط، ثم 6 مبادئ. المبدأ الأول المساهمة في تحقيق النتائج، المساهمة في تحقيق النتائج نقطة. فمن طبيعة عملية التخطيط، أن يبدأ بعد تحديد الهدف، يعني بعد ما نحدد الهدف بتاعنا نبدأ في وضع الايه الخطة اللي هتوصلنا لهذا الايه لهذا الهدف. يبقى من طبيعة عملية التخطيط أن يبدأ بعد تحديد الهدف. فصل. أما إذا حدث انحراف في النتائج، ولم يتحقق الهدف، فإنه يجب على الإدارة أن تتخذ الخطوات التالية. الخطوة الأولى 1 مراجعة الأهداف، لازم نراجع الأهداف. 2 مراجعة الخطط، لأن الخطة هي اللي بتوصلنا للهدف. ببدأ الأول بالهدف، أراجع الهدف الأول، إذا ما لقيتش فيه مشكلة يبقى 2 أراجع الخطة. 3 مراجعة البرامج التنفيذية، يبقى الأول ببدأ بمراجعة الأهداف، ثم مراجعة الخطط، ثم مراجعة البرامج بالترتيب. 4 مراجعة البيئة الخارجية، يعني لو ما لقيتش أي مشكلة في البيئة الداخلية، والبيئة الداخلية هي الأهداف وهي الخطط وهي البرامج التنفيذية، إذا ما لقيتش فيها مشكلة يبقى الخطوة رقم 4 وأقول لابد أن أنظر للبيئة الخارجية وأقوم بمراجعتها. طيب ده المبدأ الأول. 2 المبدأ الثاني انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى، نقطة. وهذا المبدأ يعني، أن التخطيط يجب أن ينعكس أو يتغلغل، في باقي الوظائف الإدارية الأخرى، من تنظيم وتوجيه ورقابة، يعني لو ما فيش تخطيط طبعا مش هيبقى فيه تنظيم ولا فيه توجيه ولا فيه رقابة، لأننا قلنا إن كل خطوة مترتبة على الخطوة التالية. طيب ده المبدأ الثاني. المبدأ الثالث من مبادئ التخطيط 3 شمولية التخطيط، نقطة. وهذا المبدأ يعني أن التخطيط يشتمل على جميع وظائف الإدارة، زي ما قلنا في المبدأ الثاني، أن التخطيط بينعكس على التنظيم والتوجيه والرقابة، صح؟ طيب شمولية التخطيط تعني أن هذا المبدأ يجب أن يشتمل على جميع وظائف الإدارة وأيضا على جميع وظائف المشروع، يعني التخطيط مهم جدا سواء لوظائف الإدارة التالية للوظائف التالية غير في العملية الإدارية أو وظائف المشروع. طيب المبدأ الرابع 4 فعالية التخطيط، نقطة. وهنا يمكن القول، أن التخطيط فعال، إذا كانت النتائج التي يمكن تحققها، من جراء التخطيط، أكبر أو أعلى، من تكاليف إعداد الخطة، يعني هذا المبدأ اللي هو فعالية التخطيط لازم نقارن بين النتائج اللي احنا بنحصل عليها والتكاليف اللي احنا اتكلفناها. إذا كانت النتائج أعلى يبقى التخطيط فعال، إذا كانت أقل يبقى التخطيط غير فعال باختصار شديد. طيب
المبدأ الخامس 5 مرونة التخطيط. مرونة التخطيط، وهذا المبدأ يعني أنه يجب أن يكون هناك أكثر من خطة. وهذا المبدأ يعني أنه يجب أن يكون هناك أكثر من خطة بديلة. يمكن استخدامها وقت الحاجة، حتى لا يستغل المنافس الأمر، لصالحه. يبقى مبدأ المرونة معناها ان مش يبقى عنده خطة واحدة، لا، يبقى عندي اكتر من خطة. انت عارفين فيه ظروف رواج وفي ظروف كساد. احنا الان في حالة رواج مثلا، الظروف الاقتصادية تحولت الى كساد، فيجب ان نطبق الخطة الخاصة بالكساد، لان خطة الرواج كما عارفين بيبقى الهدف منها هو زيادة الارباح، اما اثناء الكساد بيبقى الهدف هو تخفيض التكاليف. لذلك يجب ان يكون هناك اكثر من خطة بديلة. طيب المبدأ السادس والأخير من مبادئ الإدارة، وهو عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. نقطة. وهنا يجب على الإدارة عند القيام بوضع الأهداف أن تراعي الدقة والواقعية، في الإمكانيات المتاحة للمنظمة، وده مهم جدا. حضراتكم عارفين إن مش تحديد الهدف مش أي كلام، مش مثلا الإمكانيات المادية والبشرية عندي بتقول إن أنا أنتج 100 وحدة أقول 5000، ما ينفعش، لا، يبقى لازم الهدف بتاعي يتناسب، أيوه، الدقة والواقعية وده مهم جدا. وقلت لكم المثال هو الإمكانيات المادية والبشرية عندي بتقول إن أنا أنتج في الشهر مثلا 100 وحدة، ما أقولش 1000، ما أقولش 2000، لأنها لا تتناسب مع الإمكانيات والبديهة البشرية اللي عندي. لذلك يجب أن نراعي الدقة والواقعية، زي مثال ما كتبنا كده، لازم نراعي الدقة والواقعية عند تحديد الأهداف. طيب ننتقل بعد كده إلى إعداد الخطط الإدارية. عنوان جانبي إعداد الخطط الإدارية. الحاجات اللي أنا سبتها كلها دي أنتم غير مطالبين بيها، اللي هو مزايا وعيوب التخطيط وكيف يمكن زيادة فعالية التخطيط إلى آخره. أنا بركز لكم على النقاط المهمة وهنفيكم من النقاط غير المهمة. طيب عنوان جانبي إعداد الخطط الإدارية، نقطتين. عنوان تحتي متطلبات إعداد الخطط الإدارية، نقطتين. عند القيام بإعداد الخطط الإدارية، يجب أن يتوافر نيل. واحد، اقتناع الإدارة بأهمية التخطيط وفوائده. يعني لازم الإدارة تكون مقتنعة بأن التخطيط ده مهم بالنسبة لها. ده أول متطلب. المتطلب الثاني، تعيين شخص أو إدارة. هقول لكم دلوقتي ليه شخص أو إدارة. تعيين شخص أو إدارة للإشراف على إعداد الخطط. وتذليل الصعوبات. طيب رقم 2، قلت تعيين شخص أو إدارة. حسب حجم المنظمة، لو كان حجم المنظمة صغير يبقى بيكتفي بتعيين شخص للتنسيق.
طيب اذا كان حجم المنظمه كبير انا بعين اداره اسمها اداره الايه التخطيط، فتعيين شخص او اداره ده بيرجع الى حجم الايه المنظمه. طيب رقم ثلاثه المتطلب الثاني، وضع برنامج للتخطيط. وضع برنامج للتخطيط يتضمن الاطار التنظيمي، يتضمن الاطار التنظيمي لجهاز التخطيط، يتضمن الاطار التنظيمي لجهاز التخطيط. وهذا البرنامج يجب ان يشتمل على ما يلي، وهذا البرنامج يجب ان يشتمل على ما يلي: الف تحديد اهداف التخطيط. طبعا لازم اي حاجه لازم نحدد اهداف التخطيط. الف تحديد اهداف التخطيط. طيب عشان ما يحصلش تضارب بين المستويات الاداريه سواء الاداره العليا والوسطى والتنفيذيه، يبقى باء تحديد العلاقه بين المستويات الاداريه. يبقى الف تحديد اهداف التخطيط، باء تحديد العلاقه بين المستويات الاداريه. طيب جي تحديد العمليات المطلوبه، تحديد العمليات المطلوبه والاقسام المنفذه، لان مش كل الاقسام بتنفذ كل العمليات، كل قسم مختص بجزء بسيط. يبقى رقم ج تحديد العمليات المطلوبه والاقسام اللي هتنفذ والاقسام الايه المنفذه. طيب ب تحديد قنوات الاتصال، تحديد قنوات الاتصال للتنسيق بين الاقسام المنفذه، تحديد قنوات الاتصال للتنسيق بين الاقسام المنفذه. اخيرا رقم ه، رقم ه تحديد الواجبات الوظيفيه، تحديد الواجبات الوظيفيه لاداره التخطيط، تحديد الواجبات الوظيفيه لاداره التخطيط. طيب اخر عنوان معانا في هذا الفصل وهو عنوان جانبي: مراحل اعداد الخطط الاداريه. والمراحل دي مهمة جدا، مراحل اعداد الخطط الادارية، مراحل اعداد الخطط الادارية. طيب نقطتين، تمر عملية اعداد الخطط الادارية بخمسة مراحل متتالية. ولما اقول خمسة مراحل متتالية انا ما ينفعش اقول خطوة قبل الثانية، لابد وان تأتي هذه المراحل ايه مرتبة. تمام؟ طيب يبقى تمر عملية إعداد الخطط الإدارية بخمسة مراحل متتالية هي كالتالي: ألف سوري واحد الخطوة الأولى تعريف موضوع الخطة، تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها. احنا قلنا الأهداف دائما بتحدد في الأول. طيب تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها. نقطة، لذلك يجب أن يكون موضوع الخطة واضح ومحدد من البداية، واضح ومحدد من البداية. طيب الخطوة الثانية، اثنين جمع المعلومات وتحليلها، جمع المعلومات وتحليلها. نقطة، وجمع المعلومات يجب أن يكون عن الوضع الماضي والوضع الحاضر، يجب أن يكون عن الوضع الماضي والوضع الحاضر، لأن احنا بنخطط للمستقبل، يبقى لازم ناخد الماضي والحاضر في الحسبان عند وضع الخطة. تمام؟ يبقى يجب أن يكون عن الوضع الماضي والوضع الحاضر، الداخلي والخارجي، الداخلي والخارجي. ثلاثة، تحديد الافتراضات، خطوة رقم ثلاثة في مراحل اعداد الخطط الإدارية. ثلاثة، تحديد الافتراضات. نقطة، وفي هذه المرحلة يجب على الإدارة أن تضع افتراضات معينة حول الظروف في المستقبل، أن تضع افتراضات معينة حول الظروف في المستقبل.
وهذه الاضطرابات تأخذ صيغتين أو شكلين وهذه الاضطرابات تأخذ صيغتين أو شكلين هما طبعا تعرفين الاضطرابات في المستقبل نوعنا عندنا حالة عواد وحالة كساد وبالتالي يبقى الاضطرابات إيه يا إما مستقبل جيد أو مستقبل إيه سيء ما فيش اضطراب تالي هما دول الاضطرابين طيب هما ألف الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون سيئة هي حالة الكساد يعني ألف الافتراضات أو الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون سيئة ب الافتراض العكسي ب الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون جيدة ب الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون جيدة طيب المرحلة الرابعة قبل الأخير أربعة اختيار بدائل الخطط وتقييمها اختيار بدائل الخطط وتقييمها نقطة وفي هذه المرحلة يجب على الإدارة أن تضع عدد من الخطط البديلة لكل من الظروف الجيدة والسيئة. مشان حددنا الظروف الجيدة والسيئة في الخطوة رقم 3 اللي هي تحديد الاضطرابات قلنا بنختار بأن الظروف جيدة أو الظروف سيئة. طيب الخطوة رقم 4 مرتبطة به هي اختيار بدائل الخطط والتقييم. وهنا يجب على الإدارة أن تضع عدد من الخطط لكل من الظروف الجيدة والظروف السيئة. ده وفقا لمبدأ إيه؟ مبدأ مرونة التخطيط لأن احنا قلناك مبدأ مرونة التخطيط يجب أن يكون عندنا أكثر من خطة الظروف اتغيرت احنا في حالة كساد وحالة الكساد بنركز على تخفيض التكاليف طيب انتقلنا إلى مرحلة الإيه الرواج يبقى لازم ننتقل إلى إيه خطة جديدة ما انتبهناش بنفس الخطة يبقى لازم نغير الخطة إلى زيادة الإيه الأرباح طيب الخطوة رقم 5 والأخيرة وهي الاختيار الفعلي للخطة نقطة وهنا يجب أن نؤكد على أنه قبل أن تتخذ الإدارة القرار بتنفيذ الخطة الأمثل يجب عليها أن تحاول الإجابة على الأسئلة التالية يبقى في المرحلة الأخيرة قبل الإدارة ما تتخذ القرار بالتنفيذ تجاوب الأول على 4 أسئلة مهمة أوي قبل ما تنفذ قبل ما تقول يا ناس ابدأوا في التنفيذ يجب انها تسأل نفسها 4 اسئلة مهمة السؤال الاول الف ما مدى السهولة او الصعوبة في تنفيذ الخطة لازم تسأل نفسها هي الخطة صعبة ولا سهلة في التنفيذ طيب ده السؤال الاول السؤال الثاني ده هل ستحظى الخطة بقبول جميع العاملين وعلامة استفهام هل كل الناس موافقين على الخطة ولا في ناس بتعارض يعني ده السؤال الثاني هل ستحظى الخطة بقبول جميع العاملين وعلامة استفهام جيم السؤال الثالث هل تتميز الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل وعلامة استفهام واحنا قلنا المرونة معناها ايه؟ معناها ان يكون عندنا اكثر من خطة بديلة ها؟ طيب السؤال الرابع والاخير دال ما هي الامكانيات المادية والبشرية المطلوبة للتنفيذ؟ وعلامة استفهام وقلنا لما نحدد الإمكانيات المادية والبشرية يجب أن نحددها بدقة وإيه وواقعية
زي ما سلمى كلفنا كده، لازم نتبع الدقه الوقائيه في تحديد الامكانيات عند وضع الاحداث. طيب احنا كده انتهينا من الفصل رقم 8 تماما، والنقاط اللي انا ركزت عليها فقط انتم مطالبين بيها، وما عدا ذلك محذوف على حضراتكم. طيب نبدا بقى في المرحله الثانيه، وهي مرحله الاسئله على هذا الفصل. السؤال الاول، معلش انا هبقى يعني بسرعه شويه عشان في ال 13 دقيقه اللي فاضلين لنا دول ننتهي من هذه الاسئله. تمام؟ طيب السؤال الاول، التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم. التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم. ألف صحيح وباء خطأ. بما تم ولا لا؟ لا مش بما تم. لا لا لا، بما سيتم. برافو يا نورة، بما سيتم مش بما تم، لأن في المستقبل احنا دايما بنحدد الخطه الان عشان تنافس في المستقبل. تمام؟ معلش هو انتوا فاهمين بس انتوا تسرعتوا شويه. يبقى التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي لحد كده صح، بس بما تم ده هو اللي خطا، ولو في حرف واحد في الجمله خطا يبقى العباره كلها ايه؟ خطا. طيب يبقى الاجابه على هذا السؤال ب خطا. طيب السؤال الثاني، مبدا فعاليه التخطيط، يعني احنا قلنا مبدأ الفعالية يجب ان تكون النتائج اكبر من التكاليف، ها؟ فاكرين الكلام ده؟ واذا كانت النتائج اقل يبقى غير فعال. طيب نشوف، مبدأ فعالية التخطيط يعني ان تكون النتائج اكبر من التكاليف، ان تكون النتائج اكبر من التكاليف. الف صحيح وباء خطأ. الف صحيح وباء خطأ، وطبعا الاجابة هي الف صحيح. برافو يا واحد، برافو فاطمة وصالحة واحد. تمام. طيب السؤال الثالث بيقول، التخطيط الاستراتيجي يعني انه، التخطيط الاستراتيجي يعني انه، نقطتين، الف النظر الى الماضي وتجاهل المستقبل. النظر الى الماضي وتجاهل المستقبل، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طيب ب، جسر يربط بين الحاضر والمستقبل. جسر يربط بين الحاضر والمستقبل. جيم، اتخاذ القرارات الهامة. جيم، اتخاذ القرارات الهامة. دال، لا شيء مما ذكر. برافو برافو عايزين، ما شاء الله ما شاء الله. فعلا الإجابة باء، هي إن التخطيط جسر بيربط بين الوقت اللي إحنا عليه والوقت المستقبل، اللي هو بين الحاضر والإيه والمستقبل. تمام، برافو عليك. السؤال الرابع، سؤال رقم 4، من متطلبات اعداد الخطط الاداريه ما هي؟ فاكرين المتطلبات الثلاثه اللي احنا قلناهم؟ ها؟ طيب من متطلبات اعداد الخطط الاداريه ما هي؟ الف اقتناع الاداره باهميه التخطيط. الف اقتناع الاداره، لازم الاداره تكون مقتنعه، صح؟ اقتناع الاداره باهميه التخطيط. طيب ماشي. ب، وجود اداره للتنسيق وإزالة الصعوبات. سواء قلت إدارة أو شخص، فالاثنين بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، ها؟ أنا هنا قلت إدارة فقط. طيب، وجود إدارة للتنسيق وإزالة الصعوبات. وده فعلاً مظبوط. طيب، جيم، وضع برنامج للتخطيط. جيم، وضع برنامج للتخطيط. دال، جميع إيه؟ برافو يا رحمة، دال جميع ما ذكر هيلين. فعلا إجابة هي دال جميع ما ذكر، ألف صحيحة وباء صحيحة وجيم صحيحة، وبالتالي هتبقى الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتوا كده ما شاء الله، كلكم ممتازين ممتازين والله، الإجابة هي جميع ما ذكر. فالسؤال الخامس، من المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط ما يجب؟ من المبادئ، أنا أقول من، مش كل المبادئ يعني، ها؟ من المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط الاستراتيجي ما يلي. من المبادئ التي يجب أن يتم على أساسها التخطيط الاستراتيجي ما يلي. نقطتين، ألف مدى التزام العاملين بالخطة الموضوع. مدى التزام العاملين بالخطة الموضوع، وده يخص الرقابة، ما يخصش التخطيط خالص. طيب مدى التزام العاملين بالخطة الموضوع. ب، النظر إلى المستقبل وتجاهل الماضي.
النظر للمستقبل ونتجاهل الماضي، ينفع الكلام ده؟ طيب بدأ جيل انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى، جيل انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى، يعني التخطيط ينعكس على تنظيم التوجيه والرقابة. طيب جيل انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى، دال البدء بعد تحديد الهدف، دال البدء بعد تحديد الهدف، وبالتالي زي ما حضراتكم كده أجمعتم هي فعلا الإجابة جيل انعكاس التخطيط على الوظائف الإدارية الأخرى. ما شاء الله عليكم هايجين. طيب السؤال الثالث، من مبادئ التخطيط الاستراتيجي، من مبادئ التخطيط الاستراتيجي هو عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. فاكرة يا سلمى لما كتبت لي كلمتين كده؟ ها فاكرة الكلمتين دول؟ طيب وكلكم قريتوا الكلمتين اللي سلمى كتبتهم، فاكرينهم؟ طب هقول من مبادئ التخطيط، يعني فيه مبدأ من مبادئ التخطيط هو عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات. أيوه تمام، برافو. طيب من مبادئ التخطيط هو عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات، وهذا يعني نقطتين، ألف أنه عند القيام بوضع الأهداف، أنه عند القيام بوضع الأهداف أن يكون هناك خطط بديلة، أن يكون هناك خطط بديلة بألف. باء، لا يا عيب، لا مش سلمى كتبنا الواقعية والدقة، أو الدقة والواقعية، ها؟ ما تتسرعيش يعني بالراحة كده. ألف أنه عند القيام بوضع الأهداف أن يكون هناك خطط بديلة. طيب باء، أنه عند القيام بوضع الأهداف، باء أنه عند القيام بوضع الأهداف أن تكون النتائج أعلى من التكاليف، أن تكون النتائج أعلى من التكاليف. ده ما يخصناش برضه، ما يخصش المبدأ ده، ها؟ أنا بتكلم عن مبدأ عدم المبالغة. طيب جيم، أنه عند القيام بوضع الأهداف أن تراعى المرونة، جيم أنه عند القيام بوضع الأهداف أن تراعى المرونة، وطبعا ده مبدأ المرونة مش ماشي المبدأ بتاعنا. طيب دال، ركزوا معايا، دال أنه عند القيام بوضع الأهداف أن نراعى الدقة والموضوعية، أنه عند القيام بوضع الأهداف أن نراعى الدقة والموضوعية. ما شاء الله فعلا هي الإجابة دال، هايلين ما شاء الله عليكم، هايلين ممتازين. طيب السؤال السابع، السؤال رقم 7، قبل أن تتخذ الإدارة القرار، قبل، فاكرين الأربع أسئلة آخر حاجة خدناهم؟ طيب قبل أن تتخذ الإدارة القرار بتنفيذ الخطة الأمثل، قبل أن تتخذ الإدارة القرار بتنفيذ الخطة الأمثل، عليها الإجابة على ما يلي، عليها الإجابة على ما يلي. ألف، ما هي جوانب القوة والضعف لدى المنافس؟ ما هي جوانب القوة والضعف لدى المنافس؟ أنا ماله مال المنافس؟ أنا بسأل نفسي أربع أسئلة عن الخطة بتاعتي، عن الخطة، ها؟ مش على المنافس، المنافس دلوقتي لا يعنيني في هذه المرحلة. يبقى ألف، ما هي جوانب القوة والضعف لدى المنافس؟ ب، ما هي الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة للتنفيذ؟ ما هي الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة للتنفيذ؟ تمام، برافو يا رحمة. ب، ما هي الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة للتنفيذ؟ برافو يا صالح. جيم، ما هي الفرص والتهديدات المتاحة أمام المنافس؟ ما هي الفرص والتهديدات المتاحة أمام المنافس؟ ينفع الكلام ده يا فاطمة؟ ما ينفعش، خطأ. تمام. دال ألف وجيم معا، دال ألف وجيم معا، وبالتالي كل الإجابة إيه؟ ما شاء الله، أيوة كده، الإجابة هي باء. برافو. ايه هي الامكانيات اللي عندي، الامكانيات الماديه والبشريه المطلوبه للتنفيذ عشان اراعي الدقه والموضوعيه، فاكرين الدقه والموضوعيه؟ طيب السؤال رقم 8، السؤال رقم 8، عند وضع برنامج للتخطيط، عند وضع برنامج للتخطيط، هذا البرنامج
هذا البرنامج يجب أن يشتمل على ما يلي. يجب أن يشتمل على ما يلي. ألف، أهداف التخطيط والواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. ألف، أهداف التخطيط والواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. طيب، هو المحاضرة عندي ما انتهتش لسه يا أمل. طيب، ممكن اللي مستعجل على المحاضرة الخاصة بالتفاوض يتفضل، واللي ما عندوش تفاوض يستمر معايا. ايه رأيكم؟ اللي عنده تفاوض يتفضل، واللي ما عندوش تفاوض يستمر معايا. هما 12 سؤال، ان شاء الله 5 دقايق نكون مخلصين. ايه رأيكم؟ طيب، تمام. طيب، احنا في سؤال رقم كام؟ رقم 8، اللي هو عند وضع برنامج للتخطيط يجب أن يشتمل على ما يلي. اللي عنده محاضرة يتفضل، طيب، ألف، أهداف التخطيط والواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. باء، الواجبات الوظيفية لإدارة التسويق. طب أنا مالي ومال إدارة التسويق؟ أنا دلوقتي بتكلم على إدارة التخطيط، صح؟ طيب، باء، الواجبات الوظيفية لإدارة التسويق. جيم، الواجبات الوظيفية لإدارة الإنتاج والعمليات. جيم، الواجبات الوظيفية لإدارة الإنتاج والعمليات. دال، جميع ما ذكر. وطبعا الإجابة هي هي ألف، زي ما حضراتكم تفضلتم ما شاء الله عليكم. السؤال رقم 9، مين اللي بيعطيكم تفاوض؟ ضغط التفاوض مين؟ طيب، يبدو من العمود تفاوض اللي خرجوا ازاي مش عارف. طيب، 9، السؤال رقم 9، السؤال 9، مرونة التخطيط كإحدى مبادئ التخطيط تعني ما يلي. فاكرين مبدأ المرونة؟ مبدأ المرونة قلنا ايه؟ دكتور فاخر، طيب، دكتور ممتاز، يعني راجل طيب وممتاز يعني. السؤال 9، مرونة التخطيط كإحدى مبادئ التخطيط تعني ما يلي. ألف، وجود خطة واحدة تعد حسب الظروف. ينفع كلام يبقى عندي خطة واحدة وعدها حسب حسب الظروف، ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده. وجود خطة واحدة تعد حسب الظروف. باء، وجود أكثر من خطة بديلة. وجود أكثر من خطة بديلة لتطبيقها وقت الحاجة. وجود أكثر من خطة بديلة لتطبيقها وقت الحاجة. ما شاء الله عليك. طيب، نكمل السؤال. دال، ربط التخطيط بالرقابة. طيب، لما ربط التخطيط بالرقابة يفيدني إيه في المرونة؟ مش يفيدني حاجة. دال، لا شيء مما ذكر. والإجابة زي ما حضرتكم تفضلتوا ما شاء الله هي ده، إن يكون عندي أكثر من خطة أطبقها عندي في حاجة عشان المنافس ما يستغلش الأمر الإيه لصالحه. طيب، سؤال رقم 10 بيقول، عند حدوث انحراف في النتائج، الانحراف اللي هو الخطأ يعني، عند حدوث انحراف في النتائج فإنه يجب على الإدارة ما يلي. عند حدوث انحراف في النتائج فإنه يجب على الإدارة ما يلي. ألف، المساهمة في تحقيق النتائج. والمساهمة في تحقيق النتائج ده مبدأ من المبادئ، يعني مش هيفيدني في حاجة. طيب، باء، رقم باء، المبالغة في تقدير الإمكانيات. المبالغة في تقدير الإمكانيات. طيب، تمام. جيم، مراجعة الأهداف. احنا اتفقنا ان احنا نستمر لحد ما نخلص الأسئلة، تمام؟ نستمر ولا نتوقف؟ تمام. بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. طيب، جيم، مراجعة الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية. مراجعة الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية. دال، تصميم النماذج الرقابية. ما شاء الله عليكم، فعلا الإجابة هي جيم، نحن بنراجع الأهداف
وبعد كده نراجع الخطط وبعد كده نراجع البرامج وبالتالي اذا حضرت وفضلت وجدت الاجابه جيده. طيب السؤال قبل الاخير رقم 11. السؤال رقم 11 قبل الاخير. من مراحل اعداد الخطط الاداريه ما يلي؟ من مراحل اعداد الخطط الاداريه ما يلي؟ تقريبا عندنا خمس مراحل لاعداد الخطط الاداريه. انا بقول من مراحل يعني ممكن يكون مرحله او اثنين مثلا يعني. من مراحل اعداد الخطط الاداريه ما يلي؟ الف اقتناع الاداره العليا باهميه التخطيط. الف اقتناع الاداره العليا باهميه التخطيط. وده متطلب مش خطوه، ده متطلب من متطلبات. صح يا فاطمه؟ مظبوط. طيب باء تعريف موضوع الخطه وتحديد اهدافها. باء تعريف موضوع الخطه وتحديد اهدافها. وده طبعا اول خطوه من خطوات الايه؟ اعداد الخطط. مظبوط. طيب جيم جمع المعلومات وتحليلها. جيم جمع المعلومات وتحليلها. تمام. يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه دال باء وجيم معا. دال باء وجيم معا. وفعلا الاجابه هي دال. برافو عليكم. هي دال باء صحيحه وجيم صحيحه وبالتالي تكون الاجابه دال باء وجيم معا. طيب اخر سؤال وهو السؤال رقم 12. بيقول يجب على الاداره ان تضع افتراضات معينه. يجب على الاداره ان تضع افتراضات معينه. فاكرين الافتراضين؟ احنا وضعنا افتراضين، يا اما الظروف جيده يا اما الظروف ايه؟ سيئه، صح؟ ظروف المستقبل يعني. طيب يجب على الاداره ان تضع افتراضات معينه حول الظروف، حول الظروف التي يمكن ان تحدث في المستقبل. حول الظروف التي يمكن ان تحدث في المستقبل. منها ما يلي: ألف الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون مرنة. ألف الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون مرنة. باء الافتراض بأن الظروف في الماضي، خلي بالك الظروف في الايه؟ في الماضي. الافتراض بأن الظروف في الماضي قد تكون جيدة. الافتراض بأن الظروف في الماضي قد تكون ايه؟ جيدة. جيم الافتراض بأن الظروف في المستقبل، الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون جيدة أو سيئة. الافتراض بأن الظروف في المستقبل قد تكون جيدة أو سيئة. ها؟ مركزين معايا؟ دال الافتراض بأن الظروف في المستقبل في الماضي سيئة. الافتراض بأن الظروف في الماضي سيئة. ما شاء الله عليكم، فعلا فعلا ما شاء الله. هيبين هيبين منال ومنيره وفاطمه وسعيده وصالحه ووفاء ورحمه، هيبين ما شاء الله عليكم، كلكم ممتازين. فعلا الاجابه هي جيم. الافتراض بان الظروف في المستقبل قد اما قد تكون جيده او قد تكون ايه؟ سيئه. وبذلك نكون احنا انتهينا من الفصل رقم 8 تماما. انا بشكركم على الوقت اللي انتم منحتوني اياه، الوقت الاضافي، وبشكركم على مجهودكم وما شاء الله عليكم، يعني حاجه تفرح ما شاء الله، وانا سعيد بكم جدا. استودعكم الله والقاكم في الاسبوع القادم يوم الاحد القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.